الثقافة الحسانية هي ثقافة عريقة كسائر الثقافات الإنسانية الأخرى، تتقاسمها يعني مجموعة من الدول، منها جنوب مغربي، منها جنوب الجزائر، موريتانيا، شمال مالي، ثم غرب النيجر. وبالتالي هذا الوعاء المجالي في الشمال الغربي إفريقي هو وعاء حاضر للثقافة الحسانية. عندما نقول ثقافة حسانية فنحن نقصد قبائل بني حسان التي نزحت من شبه الجزيرة العربية إلى شمال غرب إفريقيا. يعني هاي الثقافة منين جات هون؟ يعني لما يعني نزحت قبائل بني حسان، نزح قبائل بنو حسان، جبروا طبعا حضارهم صنهاجية أمازيغية هي طبعا صاحبة الأرض بكل موضوعية، خلق واحد النوع من التلاقح الثقافي ما بين ثقافتين، ما بين الثقافة الحسانية، الثقافة الحسانية اللي أصلها عربية مثقلة بالوازع العربي، والثقافة الأمازيغية الصنهاجية. وهذا التلاقح أثر في هذه الثقافة وظهر على مستوى اللهجة، على مستوى الشعر، على مستوى جميع الألوان الثقافية الحسانية في شقها المادي واللامادي، ظهر هذا التأثير. أيضا هناك من غير الثقافة الصنهاجية الأمازيغية كان الثقافة قلنا العربية الأمازيغية، ثم الثقافة الإفريقية، والثقافة اللاتينية بنسبة أقل بحكم الاستعمار الإسباني والفرنسي. نرجع لقضية هذا التوارد ما بين الثقافة الصنهاجية والأمازيغية، نجبره مثلا على مستوى اللغة، على مستوى اللهجة. دائما أي مصطلح باللهجة الحسانية من اسم جنس مثلا يبدأ بالهمزة أو بالتاء فهو صنهاجي وجوبا، كما قلت قبل قليل وجوبا. نقول مثلا أغرور، إريكيم، نقول مثلا تسوفرة، تزوى، تزايا، إلى آخره من المسميات، هذه صنهاجية الأصل. مفهوم؟ أيضا نجبرها على مستوى ما هو الطوبونيمي، علم الأماكن، جميع المسميات اللي من واد الساقية حتى من شمال واد الساقية، يعني واد نون، واد الساقية، الزمور، الشريط الساحلي، قرقر، الخط، تيرس، أدرار، إلى غير ذلك من 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 من, من, من المجالات الجغرافية. السواد الأعظم من هذه المسميات هو أمازيغي. عندنا درمان، جبل الماء، عندنا أمشكريف، عندنا أوسرد، عندنا تذرذورت، عندنا 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 مكجير، مفهوم؟ عندنا نزاران، عندنا ياسر من الأسماء والأماكن الجغرافية اللي هي تبين بالملموس عن كانت ثقافة سابق الثقافة الحسانية في هذه المنطقة بكل موضوعية أستاذي منير، مفهوم؟ ولكن طبعا الإنسان كائن ثقافي بامتياز، اللغة والثقافة يعني طبعا تتأثر وتتأثر، هذا مكمل. الثقافة الصنهاجية دائما أقول يا أخي منير هي مكمل للثقافة الحسانية، والعكس صحيح. يعني وصلنا للغات، واش هذا أيضا تحت العادات والعلاقات الاجتماعية وكذا؟ شوف بالنسبة للعلاقات الإنسانية كاين بعض العادات اللي هي مزال خارجة، نمشي معك بعيد. شفت كنت في معرض الاركيولوجي في بني ملال، حضرت محاضرة يلقيها أحد الدكاترة لا أتذكر اسمه، قال عن قبل الأمازيغ كانت حضارات إثنية هون في الأطلس. شو يقولوا عندهم واحد السن درك سن الإنسان، هذه السن اللي نطيح، كانوا يعبدون ما نعرف يعبدون أحد الحيوانات، يقول لك هاكي اسم سن سن حمارة، هذه العادة عندنا احنا في الصحراء. انا قبل من كنت صغير نسمع اهلي يقولوها، يقول لك من يطيح لك سن زرقها للسماء وقول هاك هي الشمس كذا، يعبدون الشمس. وبالتالي الثقافة دائما كائن اللي هو متغير، كائن متأثر بالثقافات المحيطة، مفهوم؟ وتغنيها. عندنا على صعيد كي قلت لك على صعيد مولي كذلك الشعر الحساني تأثر، ما هو من حيث البنية الإيقاعية طبعا اللي هي طبعا، ولكن تأثر من حيث على مستوى الشكل الخارجي، تأثر ملي كذلك بالموشحات الأندلسية. هذه كلها عوامل ثقافية تداخلت في الشعر الحساني وخلته بهاي الصغر اللي لحقنا بها. أيضا من بين العوامل أو من بين الشواهد اللي تزكي هذا الطرح عن الثقافة الصنهاجية حاضرة في الثقافة الحسانية هو هذا الغنى اللي طبعا
قبضتوا اللهجه الحسانيه على مستوى على مستوى على مستوى الظواهر الصرفيه. نعطيك مثال، عندنا لك تدبير تاع وزن تفعيلت، والله نقولوا مثلا تشانيت، تشانيت مصطلح امازيغي مكان مكان جغرافي. احنا نقدروا نقولوا تحمجيت، يعني حتى ملي بعض المفردات اللي هي حسانيه اصلها عربيه صياغها الصرفيه عندنا نديروها قياس على بعض الصياغ الصرفيه في الصنهاجيه، تحمجيت تعربيت تحسنيت الى اخرها. من اللهجه الحسانيه بين واد نون ماشي هو بين الداخل، احنا لقينا غير مثلا الصحراء. مزيان، لين جاوبك سؤال مهم وجهه على ذلك مثلا موريتانيا. شوف شوف شفت القضيه، قضيه فيها علاقه الشمال بجنوب. كلما اتجهت جنوبا حتى العادات ايضا. شوف نبسطها لك، كلما اتجهت جنوبا زاد التمسك بالوازع الثقافي، وكلما اتجهت شمالا زاد الانفتاح وزاد يعني التمسك بالوازع الاقتصادي. منطقة مثلا الشمال اقتصادها ما هو منطقة الجنوب، حتى على الحياة الإنسانية والبنية التحتية إلى آخره. نعطيك مثال، شفتم اللي كذلك فيما يخص اللهجات، هي لهجة واحدة تبقى اللكنة فقط، وكل لكنة يحكمها واحد الوعاء مجالي جغرافي معين، مفهوم هو اللي يحكمها، ولكن دائما تبقى ميمس لب اللهجة الحسانية.